للحديث أكثر عن تزايد الاغتيالات والتصفيات بحق النشطاء والصحفيين والضالع بها الميليشيات بالدرجة الأولى والقوات الحكومية في الفترة الأخيرة وما قدمه الكاظمي في هذا الملف، ينضم إلينا عبر سكايب من بغداد عضو اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين علي عزيز. سيد علي، بداية أهلا بك. 9 أشهر على سقوط أول شهيد للثورة وهو أحمد فاضل سعدون كما تعلم، ومع تبدل رؤساء الوزارات لم يحرك أحدهم ساكنا تجاه القصاص لشهداء الثورة. بداية، كيف تنظرون في اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين لهذا الملف وكامل تطوراته؟ نعم، احنا بالنسبة لنا الشهداء أو قافلة الشهداء هي مستمرة طبعا بفضل حكومة المنطقة الخضراء. هذه اليوم احنا ليش قبل 9 أشهر اعطينا شهيد واليوم اعطينا شهيد؟ كان الشهيد الأول ولحد الآن هو يعتبر الشهيد الأخير الأخ هشام. وطبعا الشهداء طبعا تعرف تعدادهم تجاوزت 1000 شهيد، هذا دليل انه اليوم المنظومه اللي تحكم العراق هي منظومه قاتله. نعم. منظومه اجرام، منظومه ميليشيات، هالميليشيات مملوكه لهذه الاحزاب اللي هي اللي تحكم اليوم. اليوم رئيس الوزراء اللي اجى واللي الكل تباهت به وطبلت له وقالوا هذا مستقل وهذا ما له علاقه بالاحزاب، بدنا نشوفه اليوم مسلوب الاراده. اولا هذا طبعا انصح كلامهم، شوفها مسلوب الإرادة. اليوم البلد يحكمه تحكم دولة نوري المالكي وفالح الفياض وهادي العامري وهم الحاكمين، هم المسيطرين. ونشوف هادي وفالح استقالوا وطلعوا من البرلمان ليش؟ حتى يتفرغون للدولة العميقة مالتهم، لأن عرفوا اليوم الشعب انتفض وهذا البركان الجماهيري ما ممكن السيطرة عليه، فعادوا يرتبون أوراقهم من جديد. ونشاهد احنا نتاج هذا الشيء اليوم بين بمقدر الاخ هشام الهاشمي مثلا، وكيف كانت هذه الرساله المؤثره. المن الرساله؟ الرساله للكاظمي، لان هشام الهاشمي الرجل الله يرحمه هو صديق مقرب للكاظمي. فنشوف اليوم الدوله العميقه لا تزال تحكم. يعني احنا البارحه سمعنا انه اللي هم الظاهره وداسوا بالاقدام عفوا على صور السيد الكاظمي اللي هم انصار حزب الله، وكيف اقتحموا المنطقه الخضراء. والبارحه سمعنا انه هم لما اقتحموا المنطقة الخضراء احتلوا مقر جهاز مكافحة الإرهاب. نعم سيد علي، المعلومات تؤكد إعطاء الأوامر للميليشيات بقتل المتظاهرين في كل المدن المنتفضة. باعتقادك لا يتحمل قادة الميليشيات فقط مسؤولية قتل المتظاهرين، أم أن رئيس الوزراء بصفته القائد العام للقوات المسلحة أيضا هو مسؤول عن قتل المتظاهرين بنفس الدرجة؟ أخي رئيس الوزراء مسؤول من قبل سنين، وليس مسؤول من اليوم لما تسلم مهامك رئيس وزراء الاعراب. ليش احنا الشهداء الالف اعطيناها؟ مو بوجوده هو على راس جهاز المخابرات واللي يطلعون يقولون بكل وقاحه انه هنالك طرف ثالث يقتل بالمتظاهرين وهذا رئيس جهاز مخابرات، يعني دميه فزاعه بالضبط بمكانه. هذه الفزاعه شالوها من كرسي المخابرات جابوها على كرسي رئاسه الوزراء، ولا تزال الدوله العميقه حاكمه. وأنا دا أقول لك هسه قبل حديثي أول مرة دا أقول لك إنه يستعين بالمالكي، طبوا عليه ميليشيا حزب الله، احتلوا مقر مكافحة الإرهاب، راحوا عليه على المكتب اللي يريدون، خابر المالكي يتوسل به يقول له اسحبهم. اليوم الدولة العميقة تحكمنا أخي، لحد الآن الدولة العميقة هي اللي تحكم، دولة نوري المالكي. نعم. إلى آخره من هاي الأسماء اللي ما أريد أذكرها. نعم. فلذلك اليوم إحنا هذه الثورة مالتنا، هاي الثورة هي أساسا ضد العملية السياسية. ليش قلناها؟ لأنه هاي الدولة العميقة هي نتاج هذه العملية السياسية البغيضة من 2003 ولحد اليوم. نعم سيد علي، كما تعلم فإن المطالبة بالقصاص للشهداء ومحاكمة المسؤولين عن قتلهم هي أحدى أو من أولويات الثوار. باعتقادك هل الكاظمي يمكن أن ينفذ هذا المطلب الجوهري للثوار؟ محاكمة المسؤولين عن قتلهم. لا يقوى ولا يقدر أن يحاسب أبسط مسؤول بأصغر ميليشيا، لا يقوى. وأكبر دليل أنطيك، أكبر دليل قاطع، يعلم جيدا من هم الذين خطفوا المحامي علي كاسب، وصار لليوم 9 أشهر تقريبا راح يصير له، يعرف الجهة وبلغناه بالجهة عن طريق ناس عديدين، يعني من محامين اترافعوا عن الشخص وراحوا ورادوا يعرفون، ويعرف جيدا أنصار الله الأوفياء، قدر يحرك ساكن وحتى اعطيناه اسمهم، اسم المسؤول مالتهم. ما يقدر أخي، ما يقدر. عندك يعني أكو هواي عندنا أمثلة، المقدم علي الشياع المالكي اللي مسك رجل الدين الإيراني المعمم بمنفذ الشلامشة بالجرم المشهود ويهرب مخدرات،
جمد ولحد الآن مجمد. ليش؟ لأن قرار الدولة العميقة. هذا القرار هل يقدر المالك اليوم أن يتخذ قرار مخالف لهم؟ ما مستحيل هذا الشيء اليوم. يعني أبسط ما هنالك، شوف اليوم حزب الله انتدى ب30 محامي تقريبا يريد يقيم دعاوي، وبالفعل قام دعاوي على كل ناشط وكل صحفي وكل إنسان قال حزب الله هم المتورطين بدم الشهيد هشام الهاشمي. طيب حزب الله من يريدها كبار كبار قضاء يصيرون هم بالنسبة لهم ناس قانونيين جدا، يعني يمشون على الصراط المستقيم، لكن القتل بالشوارع اللي يصير لا، هذا بغير أوامر. على ذكر القضاء سيد علي، على ذكر القضاء وحديثك عنه، هناك معلومات ذكرت أن المحاكم تتواطأ مع قاتلي المتظاهرين، وأن قرار محكمة استئناف ذي قار بإطلاق سراح الضباط ليس ببعيد عن السادة المشاهدين الكرام. باعتقادك هل هي منظومة كلها تعمل على إتاحة مزيد من الفرص لقتل المتظاهرين؟ هل هي كذلك؟ وأكثر وأكثر، جميل الشمري اللي هو القائد اللي قتل المتظاهرين، القائد اللعين اللي قتل المتظاهرين أبطالنا بالناصرية، كرم وعيد إلى الوظيفة. طبعا هو أساسا لم يفصل نهائيا، يعني مجرد عملية تمثيل على الشعب، ضحك على هذا الشعب، مستمرين هم بهذا المسلسل وما نعرف نهايته شوكت. لكن احنا قلنا لهم نهايته راح نخليها بيوم مليونية الخلاص. هاي المليونية أصلا يمكن حتى اسم مليونية الخلاص والله العظيم هي أكبر من هذا المسمى، مو بس أصلا الخلاص، راح تصير مليونية الاقتلاع. يعني أنه ساعة الصفر باتت قريبة جدا، اتق الله بهذا الشعب، اتق الله، على الأقل استغفروا ربكم واعتذروا من الشعب العراقي، رجعوا الفلوس اللي نهبتوها، بلكي الشعب العراقي سامحكم ويقول لكم اطلعوا من حيث أتيتوا. إلى السؤال الأخير سيد علي، في ظل كل هذه الأوضاع هل تتوقعون موجة ثورية جديدة بعدما كشف الوجه الحقيقي للكاظمي والميليشيات الطائفية؟ احنا اليوم كلجنة منظمة، الكاظمي كاشفين من أول يوم، رئيس جهاز مخابرات جابوه سوى رئيس وزراء الكاظمي، لكن العديد من أبناء شعبنا وأخواننا وأخواتنا يعني استبشروا خير بي وقالوا لعله هذا خط أمريكي وخط بريطاني وراح يحارب النفوذ الإيراني. لا يا أخي، لا لا، مو هيك الموضوع. هذا الكاظمي هو ابن هاي المؤسسة، الكاظمي اللي فرض رئيس جهاز مخابرات وحزب الدعوة بزمن حيدر العبادي فرض رئيس جهاز مخابرات بالعراق. فلذلك اليوم الثوار اليوم طبعا على أهم الاستعداد لتنفيذ ثورة عارمة، ثورة بركانية. هاي الثورة والله العظيم لا خيم ولا اعتصامات ولا أي شيء من ما شابه ذلك سابق قله. ثورتنا راح تكون هذه المرة إلا تكون نهايتها بعطر دارهم بالمنطقة الخضراء، وهذا الوقت راح نعلن عن تحرير العراق وراح ينولد العراق الجديد. احنا اليوم دخلنا بالشهر التاسع، اليوم ثورتنا دخلت شعارها التاسع، وجنين الحرية سوف يرى النور قريبا جدا. شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر سكايب من بغداد، عضو اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين الناشط علي عزيز.